السلام عليكم، معكم احمد مواد من جروب لاب الكترونكس. النهارده يا جماعه اخيرا هنتفرج على فيديو لمكنه اورو ليزر. طبعا يا جماعه المكنه دي من اعلى المكنات اللي موجوده في السوق، الله اكبر عليها. بص المكنه الشاسيه عامل ازاي وشكل المكنه عامل ازاي، اساسا البروفايل بتاعه ما شاء الله الله اكبر. المكنه رائعه جدا. هنتفرج على المكنه ونشوف مواصفات المكنه بالداخل عامله ازاي ونشوف امكانيات المكنه بالكامل. اولا زي ما انتم شايف الشاسيه عندي عباره عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. ده دليل ان الشاسيه عندي معمول عندي على مكابس بحيث ان هو يكون مقاس واحد ومتقفل بشكل طبعا رائع جدا. الاكسسوارات بتاعت المكنه رائعه جدا. بص الهاند بتاعت المكنه شكلها ازاي، وعندي زي ما انت شايف كده المكنه يعني ما شاء الله مقاس 130 في 90. وتعال نبص على البروفايل الاول خارجي كده للمكنه ونبص عليها من الخارج كده ونتفرج عليها. تعالى الاول نتكلم على مواصفات وامكانيات المكنه دي. المكنه دي اول حاجه معاها كنترول ار دي، وطبعا كنترول ار دي ده فيه مواصفات كتير جدا ان هو بيكمل الرسمه عند انقطاع الكهرباء. كنترول ار دي فيه ميزه عندي في المكنه ان هي بتشتغل بالواي فاي، تقدر تتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر بالواي فاي من غير اي سلك خالص. المكنه دي اوتو فوكس، بتقدر تظبط البعد البؤري بتاع العدسه من خلال اوبشن داخل الكنترول، تقدر تحدد البعد البؤري بتاعها عامل ازاي. المكنه معاها تشيلر 5200، الشيلر ده تبريد فريون. المكنه معايا فيها تيوب 150 واط و 130 واط، في عندي موديلين، الموديل الاولاني 150 واط والموديل الثاني 130 واط. المكنه ما شاء الله اكبر، يعني حتى تقفيلها بالكامل، تعال بص شوف الباب بتاعها مقفول، تحس هي يعني هم مقفلينها بشكل رائع جدا. المكنه عندي الطبليه متحركه. تعال نتفرج على المكنه من الداخل ونبص الاول لشكل المكنه عامله ازاي. اول حاجه عندي باب المكنه اتفتح اهو، وعندي في الباب عندي سويتش امان. السويتش ده عشان المكنه وهي شغاله ما بقاش في اي مخاطر او كده، فلازم يقول لك ايه تقفل الباب الاول. وعندك طبعا في ظهر المكنه هي وحده اضاءه. وتعالى نتكلم بقى ايه في المهم. انا عندي المكنه دي بيجي معاها الطبليه بتاعتها او الطاوله بتاعتها، بيجي معايا عندي عش نحل او طبليه عاديه خالص زي ما احنا شايفينها كده، السياخ العاديه وطبليه عش نحل، يعني معاها اثنين، الاولانيه عش نحل والثانيه ايه عاديه خالص. والقلم زي ما احنا شايفين كده، القلم اوتو فوكس، ده الاوتو فوكس بتاع القلم. وفي عندي حاجه ريد بوينت اهيت موجوده لو انت شايفينها، وزي ما انت شايف كده الجزء الامامي كله متقفل عندك كله خالص، مفيش يعني الجزء الامامي متقفل عندك بحيث ان ميبقاش فيه اي اضطراب على الميكانيكا بتاعت المكنه. الميكانيكا زي ما احنا شايفين كده عباره عن رينيال جايد، وزي ما احنا شايفين كده طبعا بتتميز بثبات في الحركه زي ما احنا شايفين كده. عندي الطبليه دي بتتحرك، تطلع وتنزل، معايا. عندي برضه بص الطبليه عندي بتتحرك عندي على ايه؟ على موتورين، بحيث يعمل عمليه توازن عندي في اثناء التحريك لاسفل واعلى. طبعا الهدف ان هو يخلي الطبليه تتحرك ان هو بيظبط الاوتو فوكس اوتوماتيك، وبيظبط مستوى الطبليه عن الشغل. تعال نبص على المكنه من الظهر. طبعا الشكل البومبي الجميل ده اللي مدي شكل طبعا رائع جدا للمكنه. عندي حتى الاكسسوارات اللي بتاعت الباب، بص الاكسسوارات بتاع الباب، الباب بيتفتح ازاي. طقم العدسات عندي والمرايات بتاعت المكنه. تعال نتفرج شوف التيوب.
طبعا انا المكنه بيجي معها تيوب ريسي اصلي، مفيش فيه اي لعب، بيجي بالكرتونه بتاعته. بص بص الكرتونه، انا عايزك تشوف معايا كرتونه التيوب عامله ازاي. ريسي ليزر اصلي، حتى التيك بتاع التيوب مكتوب عليه ريسي اصلي. طبعا دي طرمبه الهواء، عندي مجموعه من المشترك هنا زي ما احنا شايفين كده. ده شكل المكنه من الداخل. تعال نبص بقى على الكنترول بتاع المكنه. طبعا المكنه بتشتغل واي فاي وبتشتغل معايا يو اس بي. بص المكنه طبعا زي ما اتفقنا عليها كنترول ار دي، اللي هو ار دي 600 ار دي 6442. وعندي هنا ثلاث درايفات، طبعا الدرايف ده مسؤول عن الاكس والواي، والدرايف ده مسؤول عندي على الايه، على على الطاوله بتاعت المكنه نفسها اللي هم بيسموه اليو. وعندي الجزء ده جزء خاص بالموديوم، وده الباور سبلاي بتاع المكنه، بتاع طبعا الباورات، الباور سبلاي الدرايف والايه والكنترول. وجزء الموديوم ده طبعا انا ممكن اشغل واي فاي او عن طريق كابل نتورك. وده الموتور بتاع المكنه، طبعا الموتور ده ليد شاين، وطبعا ده من اعلى الماركات، حتى الدرايفات نفسها ليد شاين، من اعلى الماركات اللي موجوده في الدرايفات الاصليه في المكنه. ده فلتر الاشاره اهو. الناس هنا مفكرين في كل حاجه في المكنه، مفكرين فيها حتى بواقي الشغل عندك، هم عاملين درج فيه. انا عايزك تتفرج معايا برضه على الدرج اللي هم عاملينه. ده درج اهو عشان بواقي الشغل. وطبعا عايز اقول لك ان ده هارد كروم. بص هارد كروم للايه؟ للمحور نفسه، بحيث ان هو يعني يتحمل شغل وفي نفس الوقت ما يصديش ولا اي حاجه من دي. وفي ليميت سويتش هنا عشان الطاوله او الطبليه بتاعت المكنه اما تيجي تنزل في لحد النهايه تبدا ان هي ايه؟ تقف. مكنه خيال بصراحه، يعني انا عايز اقول عليها خيال علمي. تعالى بقى نشغل كده المكنه كده ونبص المكنه كده هتعمل ايه معانا. طبعا انا عندي هنا في الظهر الباور بتاع الايه، بتاع المكنه. ده خيال علمي، مكنة اور ليزر ده خيال علمي. انا شايف مكنة ما شاء الله مواصفات عالية جدا، تقفيل عالي، وزن المكنة وزن الشاسيع ما شاء الله، خامة محترمة جدا جدا جدا، حتى لون المكنة تقفيلها كل حاجة فيها ما فيش فيها حاجة صراحة غلطة. تعال نبص كده على الاوتو فوكس بتاع المكنة. انا جبت خامة كده عشان نشوف الاوتو فوكس. عايزك تبص معايا، بص معايا على الكنترول. حاول نشوف الشاشة واضحة شوية. عندي اوبشن تحت مكتوب عليها اوتو فوكس، انا هقف عليها واقول له انتر. اول ما اعمل كده الاقي القلم، بص المكنة وقفت طلعت فوق عندي، خبطت في القلم ونزلت تاني. تعال نبص تاني كده، نبص عليها تاني كده بتعمل ازاي. انا هنزل المكنه لتحت. انا بص الطبليه تحت خالص معايا اهي. بص اتفرج بقى معايا على الاوتو فوكس هيعمل ايه. بخش انا في الاوبشن عندي، بختار اوتو فوكس وببدا اقول له انتر. بص بقى المكنه بتبدا تعلى عندي اهو. بص
هتخبط في الالم ويبدا ينزل سنه بسيطه جدا كده خلاص هو ضبط لنفسه الاوتو فوكس. انا اقدر ابدا تقطيع من هنا. وطبعا المكنه يا جماعه ما تشتغلش الا لما يكون السويتش او الباب مقفول عندي علشان تبقى زي نظام سيفتي معايا. المكنه معاها شفاط، معاها تشيلر، معاها تومب هواء زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله انا هسيب التليفونات لو الكل اللي عايز يطلب مكنه اور، المكنه موجوده عندي استلام فوري، يعني مجرد ما تدفع فلوسك تستلم المكنه وانت واقف وعليها ضمان سنه، قطع الغيار كلها متوفره ما شاء الله. المكنه من اعلى المكنات اللي موجوده في السوق في التقفيل وفي الخامه وفي اعلى المواصفات، يعني اعلى المواصفات المطلوبه في السوق، سواء التشيلر سواء الكنترول سواء الدرايفات اللي موجوده، تقفيل المكنه، الميكانيكا بتاعت المكنه نفسها من اعلى الميكانيكا اللي موجوده في السوق. واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هسيب لكم رقم التواصل معايا في الفيديو لكل اللي عايز يطلب المكنه او يستفسر عن اي استفسار فيها او عن الاسعار بتاعت المكنه، احنا تحت امر. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم احمد موطي.